السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن واجهة نوم ثلاثة. طبعا في نوم اثنين اللي حاب يدور عنه في ركبه، أكثر استقرار، أسرع، أبسط، أكثر قابلية للتخصيص. لكن هذه الواجهة بعد برضه به ميزاتها وميزاتها كثيرة. خلينا نشوف ميزاتها علشان أقنعك، بعدين أعلمك شلون تركبه. من ميزاتها أنه طبعا شريط البرامج المصغرة موجود تحت، فبالتمرير على الزاوية اللي تحت بالمنطقة هذه راح يطلع لك الشريط. مثل ما انت شايف هنا في برامج مصغرة. طبعا هذا الشريط العلوي، في بعض الاشياء مثل ما انت شايف ساعة وما ادري ايش وغيره. طبعا مو بهذا الشكل الافتراضي، لا مو بهذا هو، تمام. بس انا اضفت بعض الاشياء بحيث ان تطلع الواجهة مناسبة لي اقدر استخدم نفس العملية. من هنا الاكتيفيتيز اللي هي البرامج المفتوحة والتطبيقات، ممكن توصلها من هنا، تضغط على التطبيقات، بعدين تروح على التطبيقات اللي تبي، تبي ساوندز اند فيديو جرافيكس انترنت اوفيس اللي تبي. طيب ايضا من المميزات زي ما انت شايف ان عالية السرعة ومتطلباته للعتاد بسيطة. طريت قهوة، اصبر شوي. طيب طريقة تركيبة. افتح التيرمينال، طبعا راح اتكلم عن توزيعتين بس لان هذا اللي انا اعرفه، طريقة التركيب عن طريق التيرمينال. طبعا في طريقة ثانية للتركيب عن طريق سنابتك مانجر، وفي عن طريق اللي هو سوفت وير مانجر اللي تبي. طيب عن طريق اذا كنت على بونتو اكتب سودو apt get install install gnome shell، راح ينزل لك الواجهة، تمام. اذا ما نزلت بكتب gnome بس، او اكتب gnome desktop لحد انك ما تحصل المكان المناسب لتنزيل الواجهة. اذا كنت مخطئ اكيد الشباب راح يصححوا لي، ما يقصرون. سودو يام، طبعا هذا اللي هو على الفيدرا، انستول، تكتب لا اله الا الله وش سويت انا، طبعا ما مكاتبه انا ليش اكتبه ثانيه، تكتب بالطريقه هذه سودو yum group install gnome desktop environment بالشكل هذا، راح يكون موجود ان شاء الله بالشرح تحت. وبعدين تركب الواجهه، بعدين تدخلها من خلال شاشه الدخول، اختار الجلسه اللي انت بي. تخصيص الواجهه، نحتاج برنامج مهم. طريقه تركيبه على بونتو سودو apt get install install gnome tweak tool، هذا بالنسبه للابونتو. بالنسبه للفيدرا سودو yum install gnome tweak tool. طيب الفائده هذه من البرنامج يساعد على تخصيص الواجهه، طبعا هذا هو اسمه advanced settings تحصله مع البرامج، لكن اسمه gnome tweak tool بالحزام. ناخذ لنا رشفته من الشاهي، ما ادري وش القهوه. اول شيء افتراضيا ان الواجهه بالشكل هذا، سطح مكتب ما فيه، يعني لا تقدر تعدله ولا تحط عليه ايقونات. وطريقه تغيير الخلفيه سالفه، تدخل عن طريق البرامج هذه الخلفيه، لكن تحط على هنا اون تقدر على طول مباشره تطلع عندك سطح مكتب، تعدل الخلفيه عن طريق تشينج باك جراوند، تختار الخلفيه اللي تبي من هنا. هذه طبعا خلفيه الفدرة، هذه خلفيه نوم الافتراضيه، وهذه الخلفيه اللي عجبتها. اوكي ممكن من هنا تسكر بعض الايقونات وتفتحها. نروح هنا خطوط، ما في شيء معين. شل من هنا الاعدادات للشل نفسه، طبعا الشل اللي المنطقه اللي فوق والمنطقه اللي تحت والداخليه هذه، هذا اسمه شل، تمام. فمن هنا راح تطلع الساعه، انا اقدر العبها الحين، في بعض الاشياء اضفتها بالساعه وشلتها. ايضا الزر، لو شفنا الزر، لو شفنا مثلا الفايرفوكس الحين في زر تكبير وفي زر اغلاق، بس افتراضيا ما في الا زر اغلاق، تمام. فانا افترض اني حاب اسوي زر تكبير، زر اغلاق وزر تصغير، فاضغط على هنا والت اف 2، اكتب حرف ار واضغط انتر. طبعا اذا انهارت معك الواجهه ترى شيء طبيعي لانه دائما تنهار اصلا. فالحين راح تلاحظ انه طلعني هنا زر تصغير بدل زر التكبير. اتمنى اني اشوف زر تصغير وتكبير واغلاق مع بعض، لان هذا هو الافتراضي. اوكي نرجع ار مره ثانيه، طبعا الار هذه صديقتك خلاص، لانه كل شيء تعدله احيانا ما تضبط معك لازم تستعيده. هنا بعض اعدادات اللابتوب، شل اكستنشنز، وهذا مكان خطير، يعني بدون الشهاده انت ما راح تقدر تستصيغ الواجهه.
لاحظ انه هذه اضافات كثيره اضفتها على الواجهه بحيث اني اقدر انا اتاقلم مع الواجهه واشتغل معه. اخترت لكم موقع اسمه extensions.gnome.org، تمام. من هنا فيه اضافات كثيره. ميزه الموقع انه مثلا ابلكيشنز منيو، ما تدري وش ابلكيشنز منيو، ادخل هنا راح يوفر لك صوره، فلو ضغطت على الصوره تقول اها بيطلع عندي قائمه تطبيقات. طيب وشلون اركبه؟ في هنا زر زي ما انت شايف، واضغط عليه. طبعا الاضافه هذه موجوده عندي حاليا، لكن لو ما كانت موجوده بيطلع لي نافذه فيها انستول، اضغط انستول راح يطلع لك القائمه هنا. ولو ما طلعت الت اف 2 ار يعيده بس تطلع زي ما انت شايفه. طبعا الشيء هذا ما افضله ابدا. اوكي راح. من الاشياء اللي انا انصح بها من الاضافات المهمه بالنسبه لجميع المستخدمين، مو بالنسبه لي انا. اوكي، في عندك اضافه اللي هي وين هي هذه الاضافه هذه زي ما انت شايف قبل شوي، لازم اضغط الت اف 2 علشان اعيده سالفه ترى. فمن هنا لو اضفت، لو فتحت الاضافه هذه طبعا ابحث عنها، موجوده هنا فيه خدمه بحث بالموقع. وين راحت؟ من هنا. فبس تكتب اسم الاضافه اللي انت تشوفه تعجبك، طبعا الخط كبير ان شاء الله تشوفه، اشفه شيل ريستارت يوزر منيو، بس اكتب هذا يكفي. تمام، الفائده منه انه من هنا مباشره تستعيده ريستارت. اوكي، ايضا من الاشياء اللي انا اشوف انها مهمه وش هو اصلا نسيته انا صراحه. خلنا انصحكم بعض الاضافات الزينه. ريموف طبعا في هنا ايقونه ما لها فايده، الحمد لله بصحه وعافيه ما يحتاجه، فممكن تشيله من هنا. ريموف اكستنشن، يلا يلا طلعت. ايضا في شريط ممكن تستفيد منه اللي هو الشريط هذا، فاذا كنت حاب البرامج تطلع عندك بالشكل هذا. ما بيك طبعا الاضافات كثيره ما يمدينا، لكن المهم بهن ايضا في اضافه اسمها يوزر. يبحث ما شاء الله عليه، هذا هو اللي هو يوزر ثيم اكستنشن. تمام، لازم يكون موجود عندك عشان تغير الثيم هذا حق الشل. تمام، فطبعا تحصل بالموقع بعد التفعيل، تسكر البرنامج هذا وتفتحه من جديد. طبعا البرنامج هذا ممكن تضيفه بالقائمه هذه لو تلاحظ انه موجود عندي هنا. طريقه اضافته ايضا فيه من ضمن الاضافات اللي اسمه اعتقد اسمه بالشكل هذا ادفانسد، ما ادري هنشوف مو موجود. هي واحدة من الاضافات عموما راح تحصله. هنشوف الاضافات المفعلة عندي. لا 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 هذا هو الادفانس سيتنجز، طلع لك هنا بحيث انك على طول لو بغيت تفتح البرنامج هذا تعدل بعض الاشياء تدخله من هنا ادفانس سيتنجز. اوكي، الحين وصلنا لمنطقة الثيمات. طبعا بعد ما فعلنا اليوزر ثيم اكستنشن، تمام، نروح لمنطقة الثيمات. الثيمات عندنا موقع مهم للثيمات اللي هو نوم لوك، تمام. فمن هنا طبعا انا بخر صوره البنت دي قرفت عيشتي. جنوم شيل تضغط على هذا راح يطلع لك ثيمات كثيره للنوم. تمام، من هنا تعدل الثيمات، طبعا تختار الثيم اللي يعجبك. تركيب الثيمات، طيب تركيب الثيمات بعد تحميل الثيم تروح لم ال شو اسمه مجلد الهوم حقك، تظهر الملفات المخفيه عن طريق فيو شو هيدن فايلز، اذا كنت بالعربي عارض الملفات المخفيه، فراح يطلع لك ملف مخفي اسمه ثيمز، هذا هو. دبل كليك هنا، حمل الثيم، فك الضغط عنه بالمنطقه هذه، وتاكد بعد فك الضغط انك اذا فتحته راح يطلع لك مكتوب جنوم شيل، اذا ما طلع جنوم شيل معناته انك ما حملت الثيم. طيب بعد ما تفتحه طبعا لازم تسكر البرنامج وتفتحه من جديد اذا تحزز ثيم جديد. فمن هنا راح تبدا تغير الثيمات. طبعا ميزه تغيير الثيم انه اللي تغيره تغير حتى من داخل مو بس من برا. فخلنا نشوف، هذا هو الافتراضي اسود باسود. اسود، طيب
وين راح؟ هذا الزين. ايضا ممكن نعدل الايقونات، طبعا تحميل الايقونات برضو من الموقع اللي قبل شوي. بالنسبه لي استخدم الفاينز، افتراضيا موجود النوم بالشكل هذا الايقونات. الفاينز اعتقد متفق عليه انه ازين شيء. من هنا الجيتك ثيمز، طبعا يا شباب اللي حصل لي ثيم الثيم هذا اللي هو ثيم الاندرويد بدون الحركه السوداء اللي هم حاطينها بالفايرفوكس، يعطيني خبر لانه معجبا بصراحه. زي ما انتم شايفين ثيم بسيط ويشبه الاندرويد. طيب ما ايضا ممكن نعدل اللي هو الويندو ثيم اللي هو هذا الاطار. من هنا طبعا تعديل الاطار، بعد ما تختار الاطار اللي تبي لازم تروح لم ريستارت شيل ريستارت. يا رب ما تنهار الواجهه لانه دايم تنهار علي. اوكي زي ما شايف طلع لي اطار مختلف. اعتقد انهيارات الواجهه هذه بسبب انه الى الان ما استقرت او ما ادري قصته. اوكي خلصنا اللي عندنا، شكرا لكم. اللي يبي واجهات ثانيه، طبعا اشرح الواجهات انا عشان تختار الواجهه اللي تناسبك وتنزل على جهازك. اللي يبي واجهات ثانيه هذه قناتي، موجود بالقناه توزيعات لينكس. واجهات لينكس وينها؟ اول ما تدخل القناه طبعا تدخلها عن طريق الفيديو من فوق، تمام؟ فراح تحصل المنطقه هذه واجهات لينكس، اضغط عليها راح يوديك للمناطق هذه. فيها تكلمت عن كي دي اي، تكلمت عن اوبن بوكس، تكلمت عن الاكس اف سي اي. الحين راح ارفع لكم النوم وراح احط لكم ال اكس دي اي. طبعا ال اكس دي اي ان شاء الله انه حلو. بعد شكرا لمتابعتكم. اضغط على جبري ترى يعني محتاجين دعمكم. مع السلامه.